المخزون الاستراتيجي هو نوع من أنواع الأمن الاستراتيجي الصحي عن طريق تخزين الأدوية الأساسية، واللي الغرض ديالها هو صد أي جائحة أو أي أزمة كتخص السوق العالمية للدواء. فتوفر واحد الأدوية أساسية كيف تشرحها المنظمة العالمية للصحة، هي كل دواء أساسي ضروري يتم توفيره الساكنة في المستشفيات وفي الصيدليات من أجل ضمان العلاج. الأدوية الأساسية لابد أن تكون عندها واحد الجودة، واحد الفعالية، وكذلك تكون بواحد الثمن مناسب في متناول المواطنين. نقدروا نقولوا بأن نقص الأدوية هي آفة عالمية والمغرب لا يستثنى منها، بحيث أن السوق العالمية للأدوية كتواجه حاليا وضع اقتصادي يؤثر عليها من أجل ضمان استمرارية الإمداد بالمواد الخام اللي تنجبوها من الخارج. بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية كتراقب المخزون الاحتياطي للأدوية عبر المرصد الوطني للأدوية بشكل دوري، لكن من اللي جات جائحة كوفيد-19 هذا المخزون الاحتياطي كتبعه وزارة الصحة بشكل أسبوعي مع شركات صيدلية اللي كتصنع الدواء، وكذلك اللي كتوزع الدواء، وعلى مستوى الصيدليات، وكذلك على مستوى المستشفيات. تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية بروفيسور خالد آيت الطالب بإصدار قرار وزاري بتاريخ 22 أغسطس 2022 اللي عنده جوج ديال الأهداف. الهدف الأول وهو أن المغرب تكون عنده واحد المنهجية خاصة بتحديد لائحة الأدوية الأساسية اللي خصها توفر لعلاج المواطنين خارج إطار الأزمات. الهدف الثاني وهو وضع آليات مراقبة هذا المخزون الاستراتيجي لداخل المستشفيات العامة والخاصة. في مقاربة تشاركية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على انخراط جميع فاعلي القطاع العام والخاص في تنزيل هذا القرار الوزاري. فالغاية الأساسية من هذا القرار وهو أن المواطن اللي عنده مشكل في الحصول على الدواء ومضطر أنه غادي يشريه ويجيبه من الخارج لأنه ما متوفرش في السوق المغربية وما مسجلش في السوق المغربية، وكذلك إذا مشى للمستشفيات وما لقاش الدواء، ولا مشى للصيدليات وما لقاش الدواء، فهذا القرار الوزاري هو قرار يعني استباقي من أجل تحديد هذه اللائحة ديال هذه الأدوية اللي تتخلق مشكل المواطن وما تلقاهاش باش يتعالج. غادي نحلوا المشكل لان الوزاره صارمه في هذه المساله من اجل ضمان استمراريه علاج المواطنين في اقرب الاجال. اللي بغيت ناكد المواطنين ان تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه، تعطي واحد الاهتمام كبير للسياسه الوطنيه الدوائيه، لان الدواء هو ركيزه مهمه كثير يعني في سلسله العلاج للمواطنين وللمرضى. فبالتالي الدواء يعني كنعملوا جاهدين باش يكون متوفر للمرضى لضمان يعني العلاج ديالهم وباش يتمتعوا ان شاء الله بصحة جيدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.